السلام عليكم، معكم جواد قنانة ميكاب ارتيست، اليوم على ما 5 تي في. اليوم احنا ان شاء الله في العقه ديال نرجس الحلاق، بيان سور التون تريتور وقات كيزي، كنشكرهم بزاف على هادشي اللي داروا. بيان سور نرجس كانت عاد ديال العقه ديالها في الشهر 10 من بعد روبورتات الشهر 12، ولكن بعد المشاكل الخفيفه اجلات حتى لهذا فيفري، وحنا فرحانين معها. بيان سور غيكونوا من مجموعه من الاعلاميين، من مجموعه من لي بلوغرز، كذلك العائله ديالها المقربه، وغتكون معنا الحضره من الفنانه سعيده شرف، ومعنا عبدو الشريف، ومعنا الفيلالي، بيان سور جواد مكياج وشعر بي، جواد بينغو، وكذلك جواد بينغو غيغني. باي عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما 5 تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.